سعيد لكم كامل حبابي وخاوتي وخياتي ومشتركين الغاليين. بون اني 2022، هابي نيو يير، بوينو نويفو انيو. ان شاء الله هذه السنه الجديده تحمل معاها كل خير وكل حب وكل رزق الكامل حبابي والعائلتي الثانية. إن شاء الله سنة سعيدة مليئة بالخير، إن شاء الله ربي يرفع لنا هذا البلاء والوباء ونعيش 2022 بكل حب وأخوة. إن شاء الله تسامح بيناتنا، اللي غلط مع أخوه إن شاء الله يتسامحوا ويبدأوا سنة جديدة. العائلات اللي راهم يروحوش لبعضهم إن شاء الله في هذا العام يتكاكوا مع روحهم ويوصلوا أرحمهم إن شاء الله. نقول لكم ربي يحفظكم لي، يا رب يحفظني لكم، ونتمنى لكم كل ما هو جميل في هذا العام الجديد ان شاء الله يا رب العالمين. لا فيديو تاع اليوم اول فيديو في نورمالمون ثاني فيديو في سنه 2022 ان شاء الله تنال اعجابكم. هذا الفيديو راهي كانت مسجله ديجا، وهذا وين كتب ربي باش نحطها هنايا في يوم العوده ديالي من داري في غردايه. شاركتكم بعض اللقطات من الطريق، شاركتكم روتيني كي وليت لداري في الجي. دونك كيما راكم تشوفوا هنا البنات هنايا كنا جايين في الطريق ديما كنا نوضو بكري، يعني مع الفجر هكذا نديماري وفوالا. راكو تعرفوا طريق من غردايه لالجي راهي فيها 6 سوايع، يعني 600 كيلومتر كيما راكو تعرفوا. يشدنا 6 سوايع وكل واحد وطوموبيل ديالو وكل واحد وكيفاش يلحق. دونك كيما تعرفوا الطريق من غردايه لالجي طريق حلوه وممتعه كيما نقولوا، وهايله هايله الحمد لله يا رب العالمين. طريق مسرحه بالبزاف، من اللي تخرجوا من غردايه الاغواط حتى توصلوا الجلفه فيها يعني شويه الطريق مازالها شويه عيانه، ومن بعد اون فوا تجوزوا مديه وبليده تدخلوا الجي. هذاك هو ليسانسييل الطريق، قلت لكم ولا اروع فيها تاع في الطريق بالبزاف. دونك دائما حنا كنكونوا مولين ولا رايحين نطيحوا في الفطور مع الحمدانيه اللي هي في ولايه مديه، كنت هضرت لكم ديجا عليها، فيها اون سيري دو ريستوراسيون بزاف شابه. دونك حنايا في الروتور تاعنا اون بريفيري نبدلو ريستورون، رحنا فطرنا ان اوتر ريستورون خفيف هكا، فطور خفيف. ومن بعد في الطريق هكذا في الحبطه تاع الحمدانيه لقينا اللي يبيعوا الفاكهه ايتو، دونك شرينا ما تيسر فالا. وهنايا داخله لداري كما تعرفوني انا مع هذاك العيا، يعني الحمد لله ما كاش عيا في الطريق ايتو. دونك نحب نكمل عليها كيما نقولوا، اون فوا لحقت على هذيك السخانه نفرز الدنيا ديالي، نفرز دوزاني كلش، ومن بعد نروح نضربها في الدويشه ونروح ندير لاسياس تاعي نريكوبير شويه انا وزوج الكريم. دونك هذا هو القانون ديالي في السفر. الحمد لله هاد الخطا ما كان عندي حتى قش ابار القضيه اللي جبتو معايا في الطريق، حطيتو كما راكم تشوفوا هنايا، غسلتو تشينا هذيك تاع العصير هايله. انا يا تشينا تبعني في كامل الشتا حتى تخلص فوالا، حتى تخرج باش نحبس انا بالعصير ديالها. دونك هنايا كما راكم تشوفوا راني جبت لكم دي فيديو تاع يعني يامات هكذايا كي وليت لداري. هنايا يعني فداك النهار كنا شبعانين الحمد لله، درنا هذيك لاسياس ما نوضناش حتى بوتيتخ مع المغرب هكذا، ومن بعد غير نضنا راجلي دار لاتاي، كان عندي هكا شويه دي غاتو دي فخوي، درت سلطه دي فخوي تو، يعني خلطه كيما نقولوا وقعدنا. دونك هذا من غد والداك مع الصباح كي نوض سيقت حالتي، فرست الدنيا ديالي الحمد لله كانت الدنيا نقيه نقيقي الله الله. وهنايا جيت ندير الفطور تاعي خفيف ظريف، الوغ ديسيديت ندير اللحم، كان عندي شويه لحم في كونفيناتور دونك كيما يقولوا داويرو. هي في الحقيقه كنت حابه نديرو لا في هكذايا باش يشرب كامل هذيك التتبيله تاعو، مي نسيتو. دونك مع الصباح هكذايا كي نط درتو في التتبيله تاعو اللي هي توابل اللحم، كانوا عندي فوالا تتبيله تاع اللحم ولا الجاج كيما تعرفوا، درتو مع خضره كامل اللي كان عندي. دونك انا وليت نبريفيري نطيب في كويزينيير سي بلو كيما يقولوا صحي. دونك هنايا دريسيت لا طابل تاعي كما راكم تشوفوا، درت هذاك الجو تاع تشينا بريسيتها بريسك كامل في البريس اغروم هذيك،
وخبيت في الفريجيدار يعني نشربوا شويه ومع العشيه ولا نزيدو نكملوا الباقي. فوالا كما راكم تشوفوا دريتي 3 طابل ديالي، درت هذاك يعني خلطه في لوتام، درت هاد الطبيسلات هادوما الصغار ترونسبارون مع هادوك كور اونوار. الوغ كما راكم تشوفوا هنا درت قرنون غليته، قولوا لي في لي كومونتير شكون يحب القرنون هكذا مغلي مع لاصوص تاعو. هنا درت المتبل كما راكم تشوفوا، وهذيك لاصوص تاع لي اكونبانيتها مع القرنون اللي هي عباره على خل شويه ملح زيت الزيتون ومايونيز، تجي ولا اروع. واللي هي كان درت مونتارد مع القارص ناكومبانيها مع اللحم هذاك المحمر، يعني دو بتي مورسو ماشي حاجه كبيره. دونك فطور كيما يقولوا خفيف ظريف. وهنايا وريت لكم برك لي بلانط تاوعي، خليتهم يعني ابوندونيتهم، جيمغي بيان نلقى شكون يسقيهم لي مي لا غالب. فوالا هنايا طابل لو بلا تاعي حطيته فوالا، وفطرنا كيما يقولوا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على تمام نعمك، بصحتكم كامل. اللي راهي تشوف في الفيديو هي تفطر نقولها بصحتك، واللي راهي تشوفها هي تتعشى نقولها بصحتك تاني. دونك بصحتكم كامل خاوتي وخياتي العزاز، هذه هي فطور يعني خفيف ظريف ولا واحد الشبعه الحمد لله، مع داك الجو لاكومبانيومون تاع يعني المتبل القرنون شبعنا اللهم لك الحمد. هذه لا في تاع لا نوفال اني ولا لو نوفالون، دونك ديسيدينا هكذا يخرجني راجلي نتعشاو في عند مشاوي الابرار هذوك تاع المردوم ولا المدفون اللي كنت ديجا بارطاجيتو معاكم. فوالا اون ا بروغرامي نتعشاو بلوتو تما، وندعو السنه هذه 2021 كما قلت لكم ان شاء الله تودع معاها الاحزان والامراض والوباء هذا اللي احتلنا احتلال، ونرحبوا بسنه جديده مليئه بالحب والرزق والخير والصحه سورتو يا رب العالمين. دونك هنايا كما راكم تشوفوا كان شويه سيركولاسيون يعني في هذه الاوقات، كما يقولوا الناس كامل تخرج اور ولايان، دونك حنا ما كانش عندنا بروغرام ديجا، كنا عيانين من الفياج. الوغ جينا ديريكتومون هنايا تعشينا، ما كانش ان موند يعني بزاف، كانوا كلكو فامي مي كنا خارجين بداو يجوا العائلات الله يبارك. حنا هنا جينا بكري يعني بالمغرب والعشاء باش هكذايا ما طيحناش هذيك سيركولاسيون في الطريق، ونتلاقاو بسيركولاسيون بزاف. دونك اون بريفيري نتعشاو وندخلو ترونكيلمون للدار، ومع كنا شويه عيانين تعشينا ودخلنا سهرنا شويه ورقدنا. هذه هي كيفاش جوزت كريمه لو نوفالا، عشيوه خفيفه برك. دونك هذه هي، نتمنى تعجبكم بكم سات ليجير فيديو، ونتلاقاكم في فيديو جديده، ونقول لكم تهلاو في رواحكم وسنه جديده سعيده عليكم كامل ليكم ولحبابكم. نتلاقاو دون اون نوفيل فيديو، نقول لكم بقاو على خير اي باي باي.